تخيل وليد سليمان بنفسه هو اللي يقدم امام عاشور للجماهير وياخده ويروح لتمثال الراحل صالح سليم ويقدم له اعتذار، وبعدها نقدر نعلن امام عاشور اهلاوي واهلا بيه في نادي القرن. ده سيناريو من سيناريوهات كتير بيتداولها جمهور الاهلي على المنصات الاجتماعيه خلال الايام الاخيره، مع تزايد الانباء اللي بتاكد قرب انضمام عاشور للاهلي، واخرها تاكيد الاعلامي احمد شوبير اللي قال ان الصفقه تمت بنسبه 99.9%. جماهير الزمالك تلقت الخبر بنوع من الصدمه اللي عبروا عنها بسؤال واحد: هي فين مبادئ الاهلي؟ وانتوا بتتعاقدوا مع لاعب شتمكم وشتم رموز ناديكم ومن ضمنهم اكبر رمز هو كابتن صالح سليم، ده غير اعتدائه على كابتن وليد سليمان. جماهير الابيض كمان عرضوا فيديو مدير الكره في الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ وهو بيقول ان لو لاعب اخطا في الاهلي ورموزه مستحيل يدخل من باب النادي. جماهير الاهلي ما لقتش اي رد على الزملكاويه افضل من فيديوهات امام وهو بيعتذر لوليد سليمان وبيقول ده كابتني، وكمان بيعتذر للاهلي وجماهيره عن اي خطا ولسان حالهم بيقول المسامح كريم. وفي ناس تانية واقفة على الحياد وشايفة ان الموضوع ملوش علاقة بالمبادئ ولكن المصلحة هي الأهم. وانتوا بقى رأيكم ايه في صفقة انتقال امام عاشور للأهلي؟ سيبولنا في التعليقات.